تبدأ التغييرات في العالم بأفكار وخواطر تترجم إلى مشاريع على أرض الواقع. فكرة صغيرة قد تتحول لمشروع يغير العالم. مبادرة لمساعدة الناس قد تتحول لمشروع يترك أثراً لمئات السنين. تذكر دائماً أن فكرة صغيرة قد تترك أثراً عميقاً يمتد إلى الأجيال القادمة. الكلمات التي نؤمن بها تصنعنا، خاصة إذا كانت تلك الكلمات علماً راسخاً تطبيقياً يرسم مستقبل البشرية. لا تعزل نفسك عن التطورات العلمية في العالم من حولك، ولا تنشغل بالكم الهائل من الغثاء في مواقع التواصل. كن قارئاً لأحدث العلوم، مفكراً متأملاً بالتحسينات، ومن ثم مهندساً مطوراً ومشاركاً بهذه الأفكار على أرض الواقع. المدونات العلمية للجمعية تقدم لك مساحة لمشاركة الآراء والأفكار العلمية والإبداعية والأبحاث النشطة والعمل بشكل مشترك عليها، وهي منبر متاح للأعضاء الباحثين في الجمعية السورية للبحث العلمي، بحيث تكون قناة لتشارك الأفكار ومناقشتها وتطبيقها والربط بين السوريين في كل أنحاء العالم. هذه المساحة ستتيح لك التواصل مع الباحثين من نفس الاختصاص ومناقشة مختلف الأبحاث والأفكار المطروحة بشكل علمي وبناء. ببساطة، أفكار ابتكارية علمية تطبيقية واعدة مركزة واضحة وبأسلوب سهل وبسيط.